أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يمكن أن نستنبط من حشر الله جل وعلا لجميع الخلائق يوم القيامة مكلفهم وغير مكلفهم حتى الحيوانات أن هذا يدل على كمال قدرة الله على جمع هذه الخلائق، ويدل أيضا على كمال عدله؟ هذا ما يحتاج، ما في شك أنه ما يحشرهم إلا لكمال قدرته، لو كان عاجزا ما تمكن من حشرهم، وأيضا يدل على كمال عدله، فإنه لا يترك المظلوم حتى ولو البهائم ما يتركها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.